أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، وإما لكونه متواطئاً في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشخصين كالضمائر في قوله: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وكلفظ: والفجر وليال عشر والشفع والوتر وما أشبه ذلك. فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك. طيب، يقول إن الصنف الثالث: من التنازع الموجود عنهم، أي عن السلف رحمهم الله، ما يكون اللفظ فيه محتملاً للأمرين، وهذا يكون من أسباب اختلافهم، إما لكونه مشتركاً في اللغة، ونحن في الدرس الماضي بينا معنى المشترك، هل ممكن واحد يذكرنا فيه؟ والمتواطئ والمتباين والمترادف، كلها بيناها في الدرس الماضي. هنا الآن ذكرهما شيخ الإسلام من أنواع الاختلاف ومن أسباب اختلاف السلف الذي يظن أنه مختلف. نعم، المشترك هو المتفق لفظاً، المختلف معناً، مثلنا له بالعين. العين الآن يصح أن تسميها العين الجارية تسمى عيناً، والعين الباصرة تسمى عيناً، والجاسوس يسمى عيناً. الذي يحدد أحد هذه المعاني هو السياق، ولذلك يقول لك شيخ الإسلام رحمه الله: من التنازع الموجود عند السلف كونه مشتركاً في اللغة. لفظ قسورة، فرت كما قال الله عز وجل: فرت من قسورة. لو رجعتم إلى كتب التفسير لوجدتم أن بعض السلف قال: فرت من الرامي، وبعضهم قال: الأسد، وبعضهم قال: فرت من الأسد. السبب الذي جعل هذا يفسرها بالأسد وهذا يفسرها بالرامي هو أن لفظ قسورة مشترك، لفظ مشترك في اللغة، يصح إطلاقه على الأسد ويصح إطلاقه على القانص أو الرامي الذي يرمي الظباء. واضح أخواني؟ طيب، أيهما أصح في هذه الآية؟ لفظ قسورة، لفظ الأسد، ولا الرامي؟ كلاهما صحيح. جميل جدا، إذن ليس هناك خلاف في الحقيقة. طيب، والليل إذا عسعس، لو رجعتم إلى أي كتاب من كتب التفسير الذي ينقل أقوال السلف لوجدت أن بعضهم قال: والليل إذا أقبل، ففسر عسعس بأقبل. ومن العلماء من قال: والليل إذا أدبر. السبب يا أخواني أن لفظ عسعس لفظ مشترك يصح، ولذلك بعضهم نظر إليه باعتبار الإقبال وبعضهم باعتبار الإدبار. أيهما أصح هنا؟ كلاهما صحيحة. ولذلك حتى هناك سر في تعبير القرآن، القرآن ما قال والليل إذا أقبل ولا قال أدبر، لأن المنة أو القسم في إقبال الليل وإدباره معا أجمع في القسم بالليل في إدباره فقط أو إقباله،
ولذلك أتى بلفظ عشعس. فكل الأقوال صحيحة، فكل من العلماء مثلا مثل ابن كثير رحمه الله وغيره يرجح، لأنه يشتغل بتفسير القرآن، بالقرآن يقول إن عسعس هنا أدبر، ويفسرها بقول عز وجل والليل إذ أدبر، وابن القيم رحمه الله يفسرها بأقبل، ويفسرها بقول تعالى والليل إذا أغشى. والصحيح يا أخواني أن أقبل وأدبر كلاهما معنيان صحيحان. طيب النوع يعني أو السبب الثاني الذي نرى فيه اختلاف السلف رحمهم الله التواطؤ. التواطؤ هو إيش؟ كما قلنا اتفاق اللفظ والمعنى، اتفاق اللفظ والمعنى كالإنسانية في زيد وعمر. الفجر لو رجعنا إلى كتب التفسير لوجدنا أن من العلماء من قال الفجر أول الصبح، فسماه يعني كل فجر، أقسم الله بكل فجر، كل يوم تطلع فيها الشمس في فجر ولا لا؟ ومنهم من قال فجر مزدلفة، ومنهم من قال فجر النحر. طيب السبب في خلافهم هل بينهم تعارض؟ لا، ليس بينهما تعارض. السبب في خلافهم هو التواطؤ، فإن الفجر يصدق عليه هذا، يصدق على هذا كما يصدق على هذا، فمنهم من عمم ومنهم من خصص، مثل هو ليال عشر، مثل الشفع والوتر. طيب يقول الشيخ الإسلام وهذه مهمة جدا يا إخواني، فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالتها السلف فتكون داخلة في ضمن الآية، وقد لا يجوز ذلك. ليش قال شيخ الإسلام قد لا يجوز ذلك؟ لأن عندنا بعض المشترك في اللغة، لا يمكن أن تحمل الآية على كل المعاني التي قيلت فيها، مثل قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لو رجعتم إلى كتب التفسير وعليها الخلاف بين الفقهاء لوجدتم أن بعضهم قال القرء الحيض، وبعضهم قال القرء الطهر. السبب في الخلاف هنا، لماذا قال السلف بعضهم الطهر وبعضهم قال الحيض؟ الاشتراك، الاشتراك. طيب أيهما أصح؟ لا يمكن أن نقول هنا كلاهما، لأن المرأة لا يمكن أن تكون حائضاً وطاهراً في وقت واحد، فلا بد أن نحدد أحد. إما أن نقول القرء هنا في هذا السياق بمعنى الطهر أو بمعنى الحيض، وهذه مسألة معروفة في الفقهاء. بعضهم أخذ مثل الشنقيطي رحمه الله أخذ بقاعدة الأعداد، قال الله عز وجل ثلاثة قروء، فخالف بين المعدود والعدد، معناه ثلاثة أطهار، ثلاثة أطهار. ومن العلماء من قال استدل بأنها الحيض بحديث أيام أقرائك إلى آخر. المسألة مذكورة في كتب الفقه. الذي يعنينا هنا أنه لا يعني أنها مشتركة في اللغة أن نحمل كل الألفاظ أو نقول كل الأقوال، لا بد من تحرير المسألة، لكن في غالبها يجوز حمل الآية عليها. نعم. فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة وكثير من أهل الكلام. وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القولين كان من الصنف الثاني. طيب نسينا أن نبين قوله عز وجل ثم دنا فتدلى فكان قوب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده. ثم دنا أي جبريل، وقيل محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك اختلف، لو ترجعت إلى هذه الآية وجدت أن فيها أقوال، منهم من قال جبريل ومن قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من قال إن الضمائر كلها لله. السبب يا أخواني وشو؟ ما هو؟ لا، الشباب التواطؤ، لأن مفسر عود الضمير يصح أن يعود إلى هذا ويصح أن يعود هذا، ثم يأتي قضية أقرب مذكور إلى آخرها القواعد النحوية. لكن السبب في خلاف السلف رحمهم الله هو إيش؟ صحة عود الضمير إلى هذه الأشياء، مثل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الضمير فملاقيه هنا يرجع إلى ماذا؟
الله، هذا قول من أقوال التفسير. القول الثاني العمل، أيهما أصح؟ كلها صحيحة، كلها صحيحة. هنا السبب، لكن السبب الذي جعل بعض السلف يقول فملاقي فملاق عملك، والسبب الذي جعل بعضهم يقول فملاق ربك، هو ماذا؟ التواطؤ في عود الضمير، أن يصح عود الضمير إلى كل هذه المعاني. الضمير من باب التواطؤ، يعني يصح الضمير هذا، يصح أن يرجع إلى كذا. مثل يقول الإنسان يصح أن تطلق على زيد، يصح أن تطلق على عمرو، يصح على خالد ومحمد إلى آخره. الضمير يصح أن تطلق على الذي ذكر في هذا السياق، هذا أو هذا أو هذا، هذا معنى التواطؤ، واضح؟ ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافاً أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدود، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. هذا الصنف الرابع الآن يا إخواني، التعبير أو تفسير القرآن بالمقارب، أو التعبير عن المعاني بألفاظ متقاربة، وهذا قد استعمله السلف رحمهم الله. من العلماء من يقول عدم الترادف في اللغة أصلاً، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام، وبعضهم يقول إنه يوجد ترادف، ومعنى الترادف يعني أنها تتشابه في أصول معانيها، بمعنى أنها تشترك في معنى واحد، لكن لكل لفظ صفة ليست في اللفظ الآخر. فمثلاً لو قلت مثلاً الصارم والمهند، كلاهما لي السيف، هذا يسمى ترادف ولا لا؟ لأنها تعبر عن معنى اختلفت ألفاظها ومعناها واحد. لكن في لفظ الصارم صفة غير لما تقول لفظ إيش؟ المهند. صارم يعني إيش؟ الذي يقطع الأشياء بقوة، المهند نسبة إلى بلاد الهند أو إلى الساعد كما قيل في معناها. المهم أن الترادف ليس معناه التشابه من كل وجه، واضح يا إخواني؟ الترادف ليس معناه التشابه من كل وجه. سيذكر يعني الآن شيخ الإسلام أمثلة من القرآن على طريقة السلف في تفسيرهم، حيث عبروا عن بعض الكلمات القرآنية بألفاظ متقاربة. نعم. فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا، إن المور هو الحركة كان قريبا، تقريبا كان ذلك تقريبا، يقول المور الحركة، هذا من باب التقريب، وإلا حقيقة المور ليس هو الحركة من كل وجه، بل هو نوع معين، حركة خفيفة سريعة. نعم. وكذلك إذا قال الوحي الإعلام، أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك، أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا، وأمثال ذلك، فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم، والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته، ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه أي مع نعاجه، ومن أنصاري إلى الله أي مع الله، ونحو ذلك. والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين في سؤال النعجة، في سؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه، وكذلك قوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، ضمن معنى يزيغونك ويصدونك، وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، ضمن معنى نجيناه وخلصناه، وكذلك قوله يشرب بها عباد الله، ضمن يروى بها ونظائره كثيرة. طيب، هذه مسألة مشهورة ومفيدة في كتب التفسير. كثيراً ما تجدون يا أخواني بعض الآيات يفسرها، خاصة التفاسير المختصرة، بمثل هذا. فمثلاً لو رجعتم إلى بعض كتب التفسير المختصرة
عندما يقول يشرب عينا يشرب بها عباد الله يقولون يشرب منها ويمشي. ليش غير في اللفظ القرآني؟ لأن يا أخواني الفعل يشرب هذا العادة أن يتعدى بالباء ولا بمن؟ بمن. وهنا في اللفظ القرآني تعدى بماذا؟ العين. يشرب منها ولا يشرب بها؟ طيب لماذا أتى القرآن بكلمة بها؟ أهل الكوفة نحاة الكوفة يقولون الحروف تتعاقب ويقوم بعضها مقام بعض، فعينا يشرب بها عباد الله، عينا يشرب منها عباد الله، وكل القرآن أعملوا بهذه الطريقة. لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه مع نعاجه، من أنصاري إلى الله؟ من أنصاري مع الله؟ وقس على ذلك. أما نحاة أهل البصرة ومنهم إمام الصناعة سيبويه وهو رأي شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ورأي تلميذه ابن القيم، فيقولون لا، القرآن لما عدى الفعل بحرف على غير العادة أن يتعدى به لابد أن يكون له معنى. انظروا معنا في قول الله عز وجل عينا يشرب بها عباد الله، لو قلنا منها مشت التعبير القرآني، لكن لماذا عبر القرآن بمنها ولم يعبر بها؟ لأنه فيه نكتة عجيبة يا أخواني، وهو من كمال إيش؟ من كمال نعيم أهل الجنة يا أخواني. ها، يصح أن أسمى شربت ولا لا؟ لكن هل يصح أن أسمى رويت؟ لا يصح. ولذلك من كمال نعيمهم أنهم يروون أو مجرد شرب؟ ها؟ يروون. ولذلك ضمن الفعل يشرب معنى الري، فلذلك يشرب بها أي يروى بها عباد الله، وهذا من كمال نعيمهم. وقس على ذلك كل ما عدي فعل بحرف جر على غير العادة أن يتعدى به، فلا بد أن يكون هناك فائدة ونكتة بلاغية. واضح يا أخواني؟ الحمد لله. ومن قال؟ ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، كما قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وفي الحديث أنه مر بظبي حاقف فقال لا يريبه أحد. فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة، فالريب ضده ضمن الاضطراب والحركة. ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه. انظروا إلى أي تفسير عندما تفتحون في سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه، يقولون لا شك فيه ويذكرون ذلك عن السلف. هل الشك هنا يشابه الريب من كل وجه؟ لا. طيب السلف لما قالوا لا ريب فيه قالوا لا شك، أرادوا ماذا؟ يقربون لك المعنى. وإذا أردت أنا أستطيع أن أقرب لكم مسألة التضمين بهذه الطريقة، لو أتى أحد الإخوة من المتخصصين في النحو ربما يقرب لكم هذه المسألة بطريقة أخرى، وكله تقريب. ولذلك الخلاف بين السلف في التقريب هو داخل ضمن أنواع اختلاف التنوع، فلا ينبغي أن نجعل هذا الخلاف كما يقول شخص مانع لنا من التفسير. أن تبسل نفس بما كسبت، تبسل كلمة غريبة ولا لا؟ لكن لو رجعتم إلى السلف فسرها قال بعضهم تحبس، أن تحبس نفس بما كسبت، وقال بعضهم ترتهن. طيب هذا الخلاف لأنه لا يلزم من الحبس الرهن ولا لا؟ ولا يلزم، لكن كل هذا من باب التقريب، وهذه المعاني كلها صحيحة. كيف صحيحة؟ هل تبسل هي معنى ترتهن من كل وجه؟ وإنما أراد إيش المفسر؟ التقريب، تقريب المعنى. نعم. وكذلك إذا قيل
ذلك الكتاب هذا القرآن فهذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيب والغيبة. ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا، فهذه الفروق موجودة في القرآن. فإذا قال أحدهم أن تبسل أي تحبس، وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم. وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا. شوفوا ترى شيخ الإسلام دقيق في عبارته، يقول جمع عبارات السلف في مثل هذا، يعني أن تجمع ما يقوله السلف لا لتستصعب التفسير، لكن لإيش؟ لتقرب المعنى، لأن السلف يفسرون بجزء من المعنى، فكل واحد يذكر جزء من المعنى، فإذا جمعت هذه المعاني كلها تبين لك الصورة الحقيقية التي أرادتها اللفظة القرآنية. فقال فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. ومع هذا فلا بد، لما قرر هذه الأشياء شيخ الإسلام كلها قال لابد من خلاف محقق بينهم، كما يوجد ذلك في الحال. لا يعني يا أخواني أننا نقول اختلاف التنوع واختلاف التنوع ذا أنه لا يوجد اختلاف تضاد أبدا، لا يوجد، لكنه إيش؟ قليل يا أخواني، قليل جدا بالنسبة لاختلاف التنوع. فأكثر ما ينقل على السلف عليهم رحمة الله هو من باب اختلاف التنوع. نعم. فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين، ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم، بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان. طيب الأخوة يقول بقي قليل، أنا ودي أختم هذا الفصل فلعلك تعفينا من القراءة. شيخ الإسلام رحمه الله بدأ يستطرد الآن في هذا الباب، يقول نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر عند العام في عدد الصلوات ومقادير الركوع إلى آخره، يقصد أن الخلاف الذي يعني يحتاج إليه الناس معلوم والحمد لله. ثم يقول وجود اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، يعني مسائل الفرائض معروفة، فكون الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في جزئيات المسائل لا يعني اختلافهم في أصل الفرائض كلها. وضرب مثال يسمى المسألة المشركة، وهي يعني أن يهلك هالك عن زوج وأم وأخوين لأم وإخوة لأبوين، فالزوج له النصف لعدم وجود الفرع الوارث، والأم لها السدس لوجود الإخوة، وللأخوين لأم الثلث، الإخوة لأبوين لا شيء لهم هنا، لا شيء لهم، وهذا قضاء عمر رضي الله عنهم، وهذا قضاء عمر رضي الله عنه الأول. فاعترض هؤلاء لما حصلت في وقت عمر رضي الله عنه، اعترضوا على عمر وقالوا هب أن أبانا كان حمارا، أنت ما يعنينا، شركنا معهم. فشرك الإخوة الأشقاء مع الأخوة لأم في الثلث، وهذه تسمى المشركة، وهذا قضاء عمر رضي الله تعالى عنه ثاني. لكن خلاف الصحابة في هذه المسألة، خلاف بين عمر وبكر أو قضاء عمر الأول أو قضاء الثاني، هل يوجب اختلاف في جمهور مسائل الفرائض؟ شيخ الإسلام يقول لك خلافهم في التفسير القليل، اختلاف التضاد، هل يوجب أن ما أثر عنهم من السلف كله اختلاف؟ يقول شيخ الإسلام لا. ثم ذكر يعني ذكر آيات الفرائض استطرادا وقال والاختلاف، يا أخواني هذه مهمة جدا، والاختلاف قد يكون، اقرأها، والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل، هذا السبب الأول لأسباب الخلاف، اكتبوا أمامها أسباب اختلاف السلف لخفاء الدليل. نعم هذا واحد، والذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه. اثنين، ما وصلها العلم. نعم، وقد يكون للغلط في فهم النص. الثالث، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح. الرابع، فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله، يعني مجمل أمر أسباب اختلاف السلف دون التفاصيل. لماذا؟ لأنه قد شرحها في كتاب له اسمه
رفع الملام عن الأئمة الإعلام، بيّن في هذا، وهذا من كتاب من أنفس الكتب في أسباب خلاف الفقهاء عموماً، ويعني أسباب الخلاف يستفاد منها في قضية التفسير وغيره، رفع الملام عن الأئمة الإعلام. وفي أسباب خلاف المفسرين أكثر من رسالة علمية، في رسالة للدكتور محمد الشايع في خلاف المفسرين، وكذلك للدكتور سعود ألف نيسان، فلتراجع لمن أراد التوسع. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.